دكتورة، في هالحياة وين تقولين هنا وضعت بصمتي؟ في مجال جراحة، في شيء ثاني في هالحياة، في الأسرة، في أي مجال تحبينه؟ أحس في مجال التدريس، أحس في مجال تدريس طلاب الطب. يعني أحس هذا هني بصمتي، مش في الجراحة قد ما هي في التدريس. في الجراحة بديت لي اسم الحمد لله. الحمد لله. بس امتدادي بالتدريس، يعني الفخر اللي أحس به يوم أشوف الطلاب وكونوا أطباء، الفخر يعني الإحساس، إحساس الفرح والراحة. أنت أصلاً أحس عندك يعطي إحساس ما شاء الله بالسعادة من الآخرين، طاقة إيجابية دائماً، بتبادل المنفعة والفائدة دائماً بينك وبين الآخرين والمجتمع اللي تقولين فيه، سواء محلياً، حتى قلتي لي لما ترعين الناس اللي عدالك. أيوه. حتى في غربة. لكن من طلابك دكتورة شو تعلمتي يا ترى؟ هل هم بعد أفادوش في شيء؟ طبعاً أفادوني وايد. يعني أولاً أهم شيء أني تعرفين ترتاحين، تحسين بالفرح، خلاص أنت يعني وعلم ينتفع به، خلاص هذا هو، هذا هاي زكاة علمي، هاي الصدقة الجارية، هذا الوقف اللي أنا سويته في حياتي.